continue with الشوط الاول بتاع المباراه انتهى بنتيجه 0-0، وده اللي خلاني ان انا كنت ناوي ان انا اكمل في الشوط الثاني بنفس الخطه اللي انا بداتها، ولكن بعد كده الخطه دي اتغيرت. يمكن ما فيش اي مدير فني بيدخل المباراه وعارف خطته هتكون ايه، احداث المباراه بتفرض نفسها. الشوط الاول انتهى 0-0 وانا كنت ناوي اكمل بنفس الطريقه الدفاعيه في الشوط الثاني، ولكن حصل احداث هي التي اجبرتني ان انا اغير طريقتي او خطتي في المباراه، وده اللي حصل في كره القدم. انا ما بعرفش شيء نتيجه مباراه النهارده، ولكن لسه المشوار طويل في البطوله. خليني اوضح انه دي مباراه دور المجموعات وليست مباراه اقصائيه. لو كانت دي مباراه اقصائيه كان الموضوع هيبقى اصعب علينا وعلى النادي الاهلي، كان محتاج مثلا يسجل 4 اهداف او اكتر، والعكس بالنسبه لنا. احنا النهارده لعبنا عند فريقي وعندنا ماتش مهم جدا يوم الجمعه الجايه امام نادي شباب بلوزداد الجزائري، هنستعد ليه. هكلم لعيبتي عن اهميه الاستعداد للمباراه القادمه، وفكره عموما ان ده دور مجموعات لسه مش ادوار اقصائيه، فعندنا الوقت ان احنا نحضر ونستعد جيد.